التربية النوعية أحد الملتقيات القمية اللي بتستضيفها جامعة بنها كلية التربية النوعية تحت رعاية معالي الوزير الدكتور محمد أيمن عاشور. الملتقى شارك في دوراته الخمسة إبداع خمسة أكثر من 10 جامعات بفرق متعددة في تخصصات كليات التربية النوعية المختلفة، سواء كان تكنولوجيا التعليم أو الاقتصاد المنزلي أو النحت والخزف وغيرها من التخصصات بتاعة كلية التربية النوعية. حقيقة أنا النهاردة يعني فخور بكل الأعمال اللي أنا شفتها على مختلف الجامعات المصرية اللي مشاركة، وحقيقة أكد لي إن إحنا عندنا في كليات التربية النوعية مبدعين مش مجرد طلاب، وكل طالب يقدر يتبنى نموذج الأعمال المناسب بتاعه وفي المستقبل مش هيحتاج إنه يبحث على وظيفة. قيمة الشغل بتاعه بكام؟ في الآخر بكام؟ حسب القناة برضه كام كويسة أنا شايف العديد من الأفكار الابتكارية اللي بترقى أنها تكون إن شاء الله تعالى مع الطلاب دول، وبالفكر ده لشركات ناشئة واستثمار كبير جدا في الأفكار، وهي دي سياسة وزارة التعليم العالي وتحقيقا للاستراتيجية الوطنية اللي أطلقها معالي الوزير السنة اللي فاتت، ان احنا بنشجع دايما الابتكار وبندعم دايما النوابغ والمبتكرين.